السلام عليكم، كدايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير في اتم الاحوال. فيديو جديد ودرس جديد ان شاء الله الرحمن الرحيم. اليوم غادي نوريكم الطريقه ديال الخياطه ديال هذه البيجامه، هذه اللي الكول ديالها مربع وكتجيب هاد الكشكاشه او لي بلي في العنق ديالها وحتى في الكمام كما كتلاحظوا معايا. الى عجبكم الفيديو وعجبتكم الطريقه ديال الخياطه وعجبكم هذا الموديل، خليو لي في التعاليق باش ندير لكم الطريقه ديال الفصاله اللي هي سهله ان شاء الله نشاركها معكم. خليوها ليا في التعاليق. هاد البيجامه هذه صراحه مطلوبه بزاف وكتجي خفيفه، ما فيهاش سفيفه، ما فيها لا دونتيل، كتجي خفيفه وانيقه في اللبسه ديالها وخفيفه، حتى الطريقه ديال الخياطه ديالها سهله. اول حاجه غادي نبدا بها ان شاء الله، غادي بعدا نشارك معكم الطريقه ديال الخياطه ديالها بجميع التفاصيل. اول حاجه غنبدا بالكم هو الاول، دائما انا كنبدا بالكم باش اي حاجه فيها تطرق كنحيدها، باش ملي كنجي نخيط كيكون عندي داكشي واجد، بحال مثلا القب ولا اي حاجه كانت بياسه صغيره كما لاحظتوا في الفيديوهات ديالي. بالنسبه لكم كيجي على هذه الطريقه، هذه انا خيطته والكم الثاني غادي نشاركه معاكم. بالنسبه للطريقه ديال الفصاله ديالها حتى هي راه سهله. اول حاجه غادي ناخذ الكم ديالي، في دوره الكم من الجهه التحتانيه كناخذ واحد القطعه اللي الطول ديالها 50 سنتيم وفي العرض 8 ديال السنتيم، كنطوي القطعه ديالي على جوج بهذه الطريقه هذه، وكنحطها على الكم ديالي لدوره الكم من الجهه التحتانيه، وكندير هذه الكشكاشه هذه بلا قياس بلا حتى شي حاجه كما كنقولوا عيني ميزاني. وإلا ما عرفتش ناخد 2 سنتيم في كل تنية كندير فيها 2 ديال السنتيم، وكنطوي تقريبا 4 ديال السنتيم بهذه الطريقة هذه. هذا الموديل هذا مطلوب بزاف، كنخيطو بزاف صراحة، كيشوفوه الكليانات كيطلبوه لي بزاف، كيجي حتى في اللبسة كيجي زوين. هاد البيجامة هذه كتشبه الطريقة ديال الكول ديال اللاستيك، غير هذه ديك الكشكاشة كنزيدو فيها في الأمام ديال البيجامة كنزيدو فيها الخياطة، سنتيمات ديال الخياطة. من بعد غادي ندير ليها السرجي وغادي نعاود عليها الخياطة من الفوق. هنايا كنجيب العنق ديالي كما شفتوا، في العنق ديالي كنخلي واحد القطعة زايدة ما كنقطعهاش، وكنطوي سنتيمات حيتاش ما درتش السرجي هنايا، كنحاول انني نغطي داك الخياطه باش ما تبقاليش. كنطوي التوب ديالي لداخل وكنخيط عادي هاد القطعه هذه اللي خليت في العنق. العنق بالنسبه لي له القياس ديال الكول هو كول مربع ان شاء الله. كما قلت لكم خليو لي في لي كومونتير طريقه الفصاله ونخليها لكم فيديو خاص. غادي نطوي هاد الباندا هذه، غادي نطويها على 2 وغادي نحاول انني نثبتها، الا خفت انها مثلا تهرب لي غادي نثبتها بالبانكا، وغادي نكمل الكشكشه ديالي كما درت في الكمام. غادي ندير في هذه القطعه هذه، كنحاول انني نثني داك لي بلي ديالي لتحت بهذه الطريقه هذه حتى كيبقى لي في العرض ديال الباندا 12 سنتيم. كنحاول انا نخيط بشويه، كنقاد لي بلي ديالي وكنخيطهم بكل سهوله. يجيها على هذه الطريقه هذه، كنجيب واحد القطعه اخرى فيها تقريبا 2 سنتيم في العرض والطول ديالها 30 سنتيم، هذه كندير بها واحد كما كنقول واحد السير باش نديرو على العنق ديالي اللي غادي يعطيني واحد الفينيسيون للعنق. غنحاول انني نقلبو على الوجه ديالو، انا كنستعمل طرنفيز الماكينه كيكون حدايا هو اللي كنقلب به بهذه الطريقه هذه.
غادي نجيب القطعة ديال الأمام ديالي، وديك السيور غادي نحطو على هاد الكشكشة اللي درت هنايا بهاد الطريقة هادي، كيعطي واحد المنظر زوين، وكي كندير بيه واحد البابيو اللي كتعطيني واحد الديكور في الكول ديالي كيجي زوين. نتمنى ان الفيديو يكون واضح ليكم، وكنشكر المتتبعات ديالي على التعاليق الزوينين ديالي، شكرا لكم بزاف. مرحبا بالناس الجداد اللي التحقوا بنا القناة، لا تنساوش تشتركوا في القناة وتبارطاجيو الفيديو مع الأصدقاء ديالكم والأحباب، شكرا لكم بزاف. كنتمنى أن الفيديوهات ديالي يكونوا واضحين ليكم. بالنسبة لهنايا كنعاود الخياطة من الجهة التحتانية، كنحاول أنني أنا كنخدم وأنا كنقاد هاد لي بلي ديالي باش ما يجيوش داخلين ولا عوجين، كنحاول انني نقادهم وكنخيط. هنايا البابيو بغيت نديرها فتالي قلت خلي حتى الاخر وعاد نديرها من يكون الثوب مقاد، فحاولت انني نكمل الخياطة ديالي حتى نكمل الفينيسيو ديال الكول ديالي وعاد نعاود نرجع ليها. الناس كنشارك معكم جميع التفاصيل، بالنسبه لهنا هنا غادي تلاحظوا هنا فين كاين واحد الفينيسيو اللي كتجي في هذا الكول هذا، حاولوا انكم تشاهدوا الفيديو مزيان. هنا درت البابيون قديتها وكنعاود عليها الخياطه من الفوق، كتجيني على هذا الشكل هكا. بالنسبه لهنا غادي ناخذ واحد القطعه اللي في الطول ديالها 16 سنتيم، في العرض ديالها 6 سنتيم، مطويه على جوج هي ثلاثه كتبقى لينا. كناخذها كنحط الجهه ديال الحاشيه ديال الثوب على الجهه ديال القطعه بهذه الطريقه هذه. بالنسبه لهنا لاحظوا هذه الطريقه، كنقلب كناخذ القطعه الفوقانيه كنحيدها وكنقلب الجهه التحتانيه على الثوب وكنخيط عليها من الفوق بهذه الطريقه. وكنخيط باش كتقلب لي ديك القطعه كتقلب على الظهر ديال الثوب وكتعطيني الفينيسيو ديال الكول. دائما سنتيم من الخياطه ديالي كما لاحظتوا، كنخيط كنحيد هاد الزياده هادي وكنقلب. نتمنى ان الفيديو يكون واضح. كنخيط بهذه الطريقه باش كتعطيني الفينيسيو، غنعاودها معكم حتى في الجهه الاخرى باش تقدروا انكم تفهموها اكثر. بالنسبه لهنا كنعاود الخياطه من الفوق على الحرف ديال الثوب، دائما الخياطه البنات الممارسه راه هي اللي كتعلم الخياطه، المره الاولى والثانيه والثالثه ونعاود ونحلها ونرجع نعاودها، من ملش من الخدمه. تبارك الله الخياطه راه فيها واحد كتلقاو واحد الراحه النفسيه اللي كترتاحوا فيها صراحه الا كان عندك الرغبه فيها. بالنسبه لهنا كما كتشوفوا كنحيد ديك الزياده اللي بقات لي وكنحاول انني ندخل سنتيم ديال الخياطه لداخل حيت انا ما دايراش السورجي، وكنعاود الخياطه من الفوق باش كنثبت هذه القطعه ديالي. كما كتجي الفينيسيو ديالها، نعود معكم الجهة الأخرى. كنطوي التوب ديالي على جوج وكنبدا الخياطة ديالي على الحاشية ديال التوب ونخلي سنتيم ديال الخياطة دائما دائما سد الخدمة ديالي باش ما تتحلش. كما وريتكم هنا كنقلب هاد الوجه على الجهه الاخرى وكنخيط وكنخرج الحاشيه ديال الثوب، كنخرج نيشان للزيرو كما كنقولوا باش ما كتجينيش الخياطه مع انكشاف ديك الجهه. كما لاحظتوا ها نتوما كنخرج نيشان لديك النقطه اللي ديال الصفر، نفس الخدمه اللي درت في الجهه الاخرى غادي نعاودها هنا. غنقلب هاد القطعات هادو غادي نسميوهم بانهم هما التبطين ديال هاد الكول،
كنخيط على الحرف ديال التوب ديالي، كنقطع داك الزياده اللي بقات لي ما نخليهاش باش ما تجينيش هابطه، وكندخل سنتيم ديال الخياطه بهذه الطريقه هذه. هنا كنكون انني ساليت الكول ديال البيجامه ديالي اللي كيجي على هذا الشكل هذا. دابا هنا عاد غادي نجي نقاد لو بابيون، كيجي رائع صراحه وخفيف وانيق. الا بغيت نزوقه بحجيرات ولا نزيدو شي وريضه هنايا، انا اكتفيت بهذا البابيون، كتجي على هذا الشكل هذا. انا كنخدم وانا كنفيني الخدمه ديالي دائما باش ملي كنسالي البياسه كتكون عندي مقاده. هذا هو الشكل ديال الكل. بالنسبه للمونتاج ما درتوش معكم باش ما نطولش عليكم الفيديو. كتجي مفينيه الخدمه صراحه، كتجي زوينه ومفينيه كما شفتوا لاحظتوا الفيديو. طريقه سهله، كنتمنى ان هذا الشكل هذا يعجبكم. شكرا لكم على المتابعه، ما تنساوش انكم تشاركوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم وفيديو اخر ان شاء الله.